السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. طبعا يعني اسمحوا لي اطل عليكم بسماري وبتاني وبغمقاني. طبعا لو انتم متابعيني على الانستجرام عارفين ان انا سافرت ورجعت، وده اول فيديو اصوره بعد ما رجعت، ف ده لوني اللي دلوقتي. يعني بصوا المنظر، عاملين نفسكم ازاي؟ تمام. فتعالوا النهارده عشان فيديو النهارده يعني سو اكسايتنج يا جماعه. انتوا اول حاجه ما تعرفوش ان انا بحب جدا هاري بوتر وشي جلام. انا من موقعي هذا بحيي القائم على شي جلام، واللي بيجيب افكار شي جلام، واللي بيعمل باكجينج شي جلام. ايه يا جماعه الافكار دي؟ انتوا ازاي جامدين كده؟ جماعه النهارده هنشوف مع بعض اكيد مجموعه ممكن تشوفوها من شي جلام كوليكشن لهاري بوتر، رائعه يا جماعة. يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا يلا بينا كده. الاول نعمل انبوكسنج للحاجات، وبعد كده في اخر الفيديو نعمل ميك اب كده لطيف مع بعضينا. فيلا بينا. اول حاجة الحاجة يا جماعة الباكجينج بتاعها يعني سو كيوت بجد. لو رحتوا على انستجرام عندي، روحوا تابعوني على الانستجرام يا جماعة، بيفوتكوا حاجات كتير كتير. اول حاجة الليب بالم ده، يعني بصوا تاني، اكيد ده اكيد جار للليب بالم شفته في حياتكم. بصوا مكتوب عليه هاري بوتر كده، تمام. ده شكله من جوه، وبيجي معاه كمان المعلقه دي. هو ليب بالم بيرطب الشفايف، وفي نفس الوقت بقى في اللي هي سكه الحرقان دي اللي كانها بتعمل بلومبنج للشفايف. وعايزه اقول لكم ان ترطيبه حلو جدا 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 جدا، تمام. المفروض ده بتستخدميه ليب بالم يا ليب ماسك زي ما انت عايزه، يعني تستخدميه قبل ما تنامي او في اي وقت. تاني حاجه معانا بقى الكيوت دي المفروض معموله على شكل الزرعه اللي بيتفرج على هاري بوتر، شكل الزرعه اللي اول ما بتشيليها تقعد تصرخ. فبصوا بصوا القمر، بصوا الجليتر يا جماعه، بصوا الجليتر ده المفروض اللي هو جليتر ليب جلوس. يعني لما نحطه كده يبقى ليب جلوس فيه جليتر. انا مش عايزه اجرب دلوقتي، ما حطيت الليب ماسك مش عارفه هيبان ولا لا، اهو تمام. وفي هنت غمقان كده، يعني انت ممكن لو تحطيه مثلا على لون روش فاتح او كده هيبقى شكله حلو قوي، اكيد هنجربه مع بعض. وتاني حاجه بقى البطل، بطل بطل يا جماعه بطل. المفروض ان دي يعني هوجريست، تمام، المدرسه بتاعه هاري بوتر، ودول طبعا الاربع مباني او الاربع الفور هاوسز اللي موجوده فيها، تمام. بصوا شكل الباكجينج، عاملين بقى كل هاوس فيهم ثلاث اي شادو، تمام. تعال مثلا دي سليزرين. سليزرين دي من اقوى الاربع بلد، يعني دي تعتبر اقوى بلد فيهم من حيث البيجمنت. هوريكم هنا البيجمنت بتاعهم، اقوى بلد فيهم، البيجمنت بتاعها خطير خطير سواء في الشيمر او في المات، تمام. واللي بعد كده عندنا جليفندور طبعا هاري بوتر، ده شكلها تمام. وبرده هنا هوريكم السواتشز بتاعتها. وبعدين عندنا بقى اللي هو هافليباف، يا رب اكون بنطق صح. انا مش عارفه انتوا شايفين يا جماعه الباكجينج، بصوا الحاجات دي، دول كل ده حاجات بارزه كانها معدن كده. مش الباكجينج مش طبيعي يا جماعه، ده بارز كانه معدن، فاهمين؟ ومن ورا بصوا، من ورا برضو حاجات خطيره خطيره، باكجينج خطير. بصوا دي الناس بقى اللي بتحب الالوان الهاديه شويه، وبرده ده السويتشز. واخر حاجه بقى اللي هو رافا كلاو، رافين كلاو، مش عارفه بنطق اسم الهاوس ده صح ولا لا. ده برده البيجمنت بتاعه خطير، بصوا البيجمنت بتاع برده البالت، البالتتين دول البيجمنت بتاعهم خطير. انا اصلا بفكر النهارده نشتغل على الباليت دي، عجباني قوي الالوان دي وبقالي كتير ما عملتهاش. بعد كده بقى بصوا يا جماعه بقى، بصوا الفرشه، لا بصوا الفرشه،
الفرشه بتاعه الاي شادو دي خطيره خطيره. المفروض ان هي على شكل العصايه يعني بتاعه الماجيك بتاعه هاري بوتر او مقشه، بس اعتقد العصايه بتاعه هاري بوتر. وعايزه اقول لكم ان الحته دي معدن وتقيله حاجه يعني كده، اخر فخامه واخر شياكه واخر ابداع. والله العظيم مبدعين 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 يعني. تعالوا كده اوريكم اخر حاجه في الكوليكشن عشان نبتدي بقى نعمل الميك اب بتاعنا. المفروض ان هو البوك دوت او الكتاب ده، المفروض ان هو يعني قال يعني كتاب تعويذ او الحاجات اللي هي بتتشرب دي. تمام، بصوا كيوت كيوت ازاي يعني، ازاي حاجات كيوت كده يا جماعه. وهنا بقى كان يعني دي الوصفات بقى وبتاع، ودول اللي هم الوصفات اللي هي بتتشرب دي او كده. والمفروض ان هم دول يا جماعه جلوسز. اول حاجه بقى بتميز الجلوسز دي، اول حاجه هم كلهم شفافين يعني كل واحد فيهم فيه هنت لون. الحاجه الجديده بقى والاول مره اشوفها ان التب بتاعه الجلوس، التب دي سيليكون، وسيليكون ناشفه اللي هو ترسمي بيها يعني، فاهمين؟ اول واحده دي لونها على جولد وفيها شيمر جامد جدا. مش عارفه، ما اظنش ان هو هيبان عندكم. بصوا اهو، عارفه هيبان عندكم ولا ايه؟ هو شيمر جولد يعني جلوس فيه شيمر جولد كتير يعني، يعني اكيد لو اتحط فوق لون روج هيبان. والتاني برضو شيمر بس شيمر اخضر اهي. بصوا الشيمر اللي فيه مغدر شويه، مش عارفه هيبان ولا لا. اعتقد انه هيبان على الشفايف اكتر. والاتنين التانيين جلوسز بس ما فيهمش شيمر. اول واحد البينك، وده فيه لون هنت بينك كده زي ما انتم شايفين اهو، ده باين. والتالت لونه على موف وبرده ما فيهوش اي شيمر خالص. وبقى عايز اقول لكم روايحهم كده فواكه، بصوا فيه هنت موف، هنت كده موف وروايحهم فواكه. وعايزه اقول لكم يا جماعه انهم بيرطبوا الشفايف كانهم ليب بالم، بيرطبوا الشفايف جدا جدا وبيقعدوا على الشفايف حبه كتير، لان ملمسهم ستيكي شويه يعني، مش مايعين كده، لا ستيكي شويه، فتحس ان هم ليب بالم اكتر من انهم ليب جلوسز. فيلا بينا بقى نعمل ميك اب كده على السريع. اول حاجه حلوين، عملت حواجبي بالقلم بتاع شي جلام اللي هو من ناحيه عادي ومن ناحيه فلوماستر، والدرجه اللي انا بستخدمها اسبريسو. وهبتدي بقى اكنسل الهالات شويه، وهستخدم الكونسيلر بتاع شي جلام درجه بيرلي شوجر. الدرجه دي هتكون كويسه بقى عليا دلوقتي بعد هذا اللي قبل كده كنت بحسها غامقه عليا. وهحط بس في كورنر العين كده لون فاتح شويه، ده بتاع كاتريس درجه رقم 5 بس هنا كده. تمام، وهبتدي بقى ايه ادمجهم. بعد كده بسرعه يا بنات هثبت تحت العين بودر بتاعت انستريدي بالطريقه اللي انا علمتها لكم. لو لسه ما تعرفوش طريقتي في استخدام البودر دي، روحوا على الانستجرام هتشوفوها، هتلاقوه هنا شورت على اليوتيوب. بعد كده هاخد البودر بتاعت شي جلام، الدرجه دي اسمها باتر سكوتش، والدرجه دي في العادي بتبقى غامقه عليا. اظن بقى ان هي المره دي هتبقى مظبوطه جدا مع السمار بتاع وشي. وطبعا انتوا عارفين ان البودر دي بتتحط بالمسح، اللون بتاعها اظن مظبوط، ولازم تبقوا مرطبين وشكم كويس يا بنات. برونزر شي جلام الدرجه اسمها داي جلام، من احلى درجات البرونز اللي ممكن تجربوها في حياتكم يا جماعه. بصوا بتدفي الوش في ثواني معدوده، رهيبه. الناس اللي بتحب البرونزر اللي هو الدافي، بلاشر شي جلام برضو الدرجه دي اسمها جود فايبس. هايلايتر من ايسنس، وبحب اخد الثلاث درجات على بعض عاده، بس المره دي هناخد الدرجه دي بما ان انا تاند شويه، فهياخد اغمق درجه.
يلا بينا بقى نبتدي الاي شادو. وبطنت جفت عينيا بنفس الكونسيلر بتاع كاتريس عشان لونه فاتح شويه فيظهر معانا الالوان. وهستخدم الباليت بتاعه ريفا كلاو، يا رب اكون بنطق الاسم الهاوس صح. وهستخدم الفرشه بتاعه المجموعه بتاعه هاري بوتر، وهستخدم افتح لون في الباليت اللي هو اللون الكافيه ده، لون كافيه قوي. الباليت بتعمل فول اوت جامد، فيا رب ما تكونش بتعمل فول اوت ايه فوق العين. الدرجه لونها فاتح قوي، فانا هخلطها مع تنتوفه من اللون البني اللي في الباليت بتاعه جريفندور. تمام، يعني هاخد سيكه من ده مع سيكه بني من هنا كده عشان بس نعمل ايه دفى شويه للعين من فوق. اهو بصوا اللون بان على طول. بصوا بنات الفرشه خطيره خطيرة 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 خطيرة. دلوقتي بقى هروح للون الاساسي بتاعنا من الباليت اللي هو اللون البترولي ده، وهبتدي احطه بنفس الفرشة على اطبطب بيه اللون على الجفن كله. يلا بينا نشوف اللون هيبقى قوته عاملة ازاي. واو واو، بصوا بيندمج ازاي اصلا، بصوا بيندمج ازاي بكل سهوله. على الرغم ان هو لون غامق الا انه ما بيعلقش. واو والله يا جماعه، اهم من قوه اللون سهوله دمجه حقيقي. يعني بصوا يا جماعه اللون اندمج ازاي، شكله تحفه. وبصوا مش هنجيب اي لون غامق في الكورنر ده، عشان الكورنر ده احنا هننوره جامد قوي باللون الشمر اللي موجود هنا. هنعمل الجنب التاني وارجع. بعد كده هاخد اللون الشمر اللي لونه بلو ده، وهحطه في من نص العين لقبل الاخر كده بشويه زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه قوه اللون بس، وتصدموا معايا، تصدموا معايا شويه. يعني ايه ده؟ لا بجد والله العظيم بجد، يعني ما هذا الجمال؟ يعني ايه ده؟ ما هذا؟ انتوا هتلاقوا الميك اب مرعب شويه بس عادي يا جماعه، عادي يعني هنعمل هاري بوتر. تمام، هاخد القلم اللي هو الابيض بتاع شي جلام ده، تمام، وهحطه في كورنر العين كده. تقدري تستبدلي الخطوه دي بكونسيلر فاتح على فكره. وبعدين هاخد اللون بقى الشمر الرهيب اللؤلؤي اللي في الباليت دي، فظيع يا جماعه. بص 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 اللي هيحصل، العين هتنور اقسم بالله. ايه بقى اللي بيحصل بقى ده؟ ايه ده لمض اتحطت والله العظيم بجد، لمض رهيب. بصي بقى، انا خدت نفس اللون اللي هو الازرق ده وحطيته تحت العين، وكملت في اول العين من تحت كمان اللون اللي هو اللؤلؤي ده كمان كده. ركبت الرموشي حلوين، ودلوقتي هاخد القلم بتاع كاركتر اللي هو لونه ازرق دوت، وهحطه لحد الحته الغامقه، يعني الحته الفاتحه دي مش هحط فيها اللون الازرق، هحطه فوق وتحت. وهاخد الماسكارا بتاعت ميبيلين وهحطها في الرموش السفليه. بصوا انا عارفه ان ميك اب العين تقيل جدا، بس كنا عايزين نجرب اقوى الالوان اللي موجوده في المجموعه، واحنا بنعمل بقى هاري بوتر، يعني مش مرعب بس تقيل. تمام، تعالوا بقى كده نشوف، نجرب الليب جلوسز. وهستخدم الليب لاينر ده من شي جلام برضو، هحدد بيه شفايف ونجرب عليه الوان الجلوسز هتبقى عامله ازاي. شيل بس الليب ماسك. بصوا يا جماعه الشفايف طريه ازاي بعد الليب ماسك، تحفه تحفه بجد الليب ماسك ده. يلا بينا، تعالوا اول حاجه نجرب الليب جليتر دوت ونشوف هيعمل ايه مع الليب لاينر. زي ما توقعت بيغمق درجة لون الروج اللي انت حطاه، لان هو فيه هنت اسود كده، فبيغمق لون الروج اللي انت حطاه. تقدري تحطيه فوق الوان الروج الفاتحة اللي انت عايزة تغمقيها. بصوا وخلاه جلوسي في نفس الوقت، غمق الدرجة خالص، تحفة، اختراع جامد جدا. جلوس
بيغير لون الروج، تحفه. انا بقى متحمسه جدا اجرب درجه الليب جلوس اللي لونه فيه شمر جولد ده واشوف هيدينا ايه. يلا بينا. شايفين؟ واو، او ماي جاد. بصوا يا جماعة اللمعة، بصوا يا جماعة اللمعة، او ماي جاش، ده عايز سهرة، حفلة، فرح، عايز حاجة جامدة. بصوا اللمعة رهيب. تعالوا نجرب اللي على بيربل ونشوف هيدينا ايه. بصوا ده ليب جلوس عادي جدا، فيه هنت موف بسيط جدا، يعني هنعتبره شفاف. هنت موف بسيط جدا، لمعته قويه يا جماعه، لان زي ما قلت لكم شايفين ان هما ثيك شويه، مش جلوسي اللي هما الميعين دول، لا هما كمان عاملين على ترطيب. انا بصراحه محتاره لان لوك العين زي ما انتم شايفين جامد جدا، فانا محتاره مش عارفه احط جلوس ولا احط روج مات. فممكن احط روج مات وبعد كده اقرر اذا كنت احط عليه جلوس ولا لا. بصوا يا بنات، حطيت لون روج فاتح نود قوي. طبعا اللوك ده ينفع عليه الوان روج كتير جدا، من اول الاحمر لحد البنيات والبينكات، انتم متخيلين اللي هو الدرجه دي. انا حطيت الروج ده 018 من توب فيس، وهحط عليه في النص بس اللون اللي هو الليب جليتر ده من شيك لام. بصوا انا عارفه ان درجه الروج دي ممكن ناس كتير ما تحبهاش، بس انا اوكي معاها جدا ومع اللوك كمان. انا مبسوطه جدا يا جماعه بالمجموعه دي، اقسم بالله مبسوطه جدا جدا. ايه الجمال ده؟ فظيعه. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتروحوا تتابعوني على الانستجرام. ومن هنا ببعت تحيه جامده جدا لشي جلام ايه ده؟ ايه الحلويات دي يا جماعه؟ ما هي دي الحلويات؟ حلويات والله العظيم.